أهلا وسهلا بكل مشاهدينا برنامج فولو أب. أبرز مواضيعنا لليوم: قوات حفظ النظام تعتدي على فريق عفرين الرياضي بعد ضربه أحد الحكام عن طريق الخطأ استبعاد جوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. زوجان يتطلقان ويحتفلان بصورة سيلفي. وفي موقف طريف، طفل فلسطيني يشتكي على معلمته لوزير التربية. مين منا ما كان مكتوب على حيطان مدرسته أو جوا صفه بالمدرسة جملة الرياضة حياة؟ بس يبدو أن الرياضة بسوريا بحياتها ما رح تشوف الحياة. فريق عفرين وأثناء مباراته مع فريق التضامن تعرض للهجوم والضرب من قوات النظام اللي تابعة لحفظ الأمن، اللي هن المفروض أصلاً يكونوا موجودين لضبط الأمور. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. التعليقات اللي اجت على الموضوع: شيرين روج اللي كتبت: سبحان الله انا ما نسيت هالمنظر بالشام، خاصه عيد نوروز وشبابنا اللي ينضربوا على ايد النظام. اما محمد ابو العز فكتب: دوري السوري بيع وشراء مسخره، وبحياته ما رح تتطور على هيك اشكال. اما تعليق اخر من فواز فكتب: التاريخ يعيد نفسه، ليش نحن نسينا ملعب قامشلو؟ بأحد مباريات التنس اللي لعبت مبارح صار موقف غريب بالمباراة اللي جمعت بين الصربي نوفاك جوكوفيتش وخصمه الإسباني بابلو بوستا. اللاعب المصنف الأول عالمياً جوكوفيتش تم استبعاده من الدور لبطولة أمريكا المفتوحة اللي هي واحدة من أكبر البطولات للتنس بسبب رميه لكرة التنس تجاه حكم الخط، ولكن بدون قصد. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. Hits her, I believe it hit her in the throat. Yes, it did. And he hit the side rail. If it hit a little, it's over. It looks like that's it. And I don't know if you could hear that, Darren, but it sounded like they said because they had to take her out, like she was taken out of the rotation, and obviously. اللاعب الصربي بعد ما تم استبعاده من المباراة نزل بوست على انستغرام عبر فيه عن أسفه من هذا التصرف، وكتب أنه اطمن على الحكم وهي بخير، ما رح يذكر اسمها احتراما لخصوصيتها وما إلى ذلك. الخبر سبب ضجة بكل منصات التواصل الاجتماعي عالميا وعربيا. بالتعليقات على هذا الموضوع كتب أيمن: خسارة للبطولة، يعني اللقطة لم تكن متعمدة والحكمة بالغت بردة الفعل، حتى نسب المشاهدة رح تقل بسبب خروجه المبكر. أما عماد فعلق: يمكن تكون متعمدة لأنه الكرة أساساً لا تضرب هكذا عندما ينتهي الشوط. زياد العباسي علق: تصرف متهور من لاعب كبير، ويبقى القانون فوق الجميع. ضجت مواقع التواصل بصورة ثنائي من تونس خولة حامد ووليد شكري اللي احتفلوا بطلاقهم بصورة سيلفي ونشروها مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق. كتبوا على الصورة باللهجة التونسية: مش احنا الخايبين، العرس خايب. يعني قصدهم انه هن مو سيئين، انما الزواج هو السيء. الصورة هي خلقت جدل كبير على السوشيال ميديا بتونس وبغير تونس، وانقسموا المتابعين بين منتقدين للي وصفوه للاحتفال انه مزيف واتهموا بالتمثيل، وبين مرحبين بما سموه الطلاق السلمي كحل لعدم تفاهم الطرفين. من التعليقات كتبت امل: يعني معقوله محتفلين وصور لانه اتطلقوا؟ ايه والله لله في خلقه شؤون. يمان عموري علقت: مو طبيعي صاير اللي صاير على السوشيال ميديا، جد صار الناس بدهم فرصة لحتى يعملوا استعراض. ما في طلاق ناجح وطلاق فاشل، في طلاق بخسائر أقل، بس كل الأحوال الخسارة على الأقل هي بالعمر اللي مرق. أما شمس الأصيل فكان تعليقها: يبحثون عن الشهرة حتى لو كان الثمن تدمير الأسرة.
أونيا جونسون شاب بلا مأوى بيعيش بسيارته، بيصور مقاطع قصيرة بيعبر فيها عن غضبه عن بعض التصرفات والعادات والفيديوهات المنتشرة ومشاكل الحياة. جونسون تفاجأ بوصول حسابه على تيك توك لمليون متابع بعد نشره 3 مقاطع بس على حسابه اللي هو باسم Angry Reactions، بمعنى ردود الفعل الغاضبة. تصدر الشاب اللي بيعيش بسيارته عناوين المواقع العالمية بعد حصوله مليون متابع بأقل من 24 ساعة. حالياً وصل حسابه لأكثر من 3.6 مليون متابع والعدد كل ماله عم يزيد. أهم فيديوهاته حصلت على ما يقارب 40 مليون لايك، وتم توثيق حسابه رسمياً من قبل تيك توك. خلينا نشوف مع بعض شيء من فيديوهاته. Baby, you should pull the fucking trigger. No! How you do that? What is happening? Slow down! How? الشاب صرح بلقاء صحفي أنه كان يصير معه مشاكل بسبب الجيران اللي كانوا يقدموا شكاوي ضده بسبب صوته العالي، ظناً منه أنه في شي جار أو شي علقة بالبيت، بينما هو عم يحكي بصوته الطبيعي فحسب. ومن التعليقات اللي اجت على الموضوع من أبو جلم اللي قال للسوشيال ميديا مضرات ومنافع، وهي من منافعها كثير من الأشخاص، يشاء الله أن تحلول أن تكون حلولهم عبر مقاطع عفوية وصدفة لم يحسب لها بالاً. أما حساب باسم أبو غريب علق سبحان الله، إن الله يرزق من يشاء، الدنيا حظوظ وأرزاق ولا تدري من وين رزقك بيجيك. أما إبراهيم فكان عنده وجهة نظر بالموضوع وقال هل هناك محتوى مفيد يستحق مليون متابع ب 24 ساعة؟ إنها تفاهات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث. انتشر فيديو بأحد المدارس بالضفة الغربية بفلسطين لزيارة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني. بالفيديو بيظهر تفقد الوزير لأحد الصفوف، وطفل من الأطفال فجأة قرر يشتكي على معلمته، بس احذروا ليش؟ لأنه نعسان وبتضل المعلمة عم تفيقه. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. سهر عشان يجي بدري على المدرسة. يعني مش كعلي لسه كمان. لا هي. هذا صحيح. لا مش قادر صحيح. لا هي ما خد راحة. خلي أمه. كيفك عزام؟ الحمد لله. وكمان. من التعليقات اللي اجت على الفيديو إناس غريب علقت مع ضحكة طويلة كتير، طيب وين المشكلة؟ لو محل المعلمة بحط له شرشف خفيف وخلي يكمل نومته. أما أكرم فكتب لو عنا بغزة لأكل بربيش من هالمعلمة. أما جيهان فكتبت كان عندها نظرة تانية طبعا، عادي صدقوني مشروع وزير هذا الطفل. خالد مسعد كابتن المنتخب السعودي سابقا واللاعب السابق لأندية الأهلي والاتحاد بالسعودية، واللي كان يعتبر نجم مميز، مسعد حاز على أفضل لاعب عربي بال92 وحصل ما حصل غير على بطولتين مع الأهلي، الأولى والثانية كانت كأس ولي العهد اللي حسم تسجيله 2، والثانية كانت عام 2001 كأس الأمير فيصل بن فهد. مبارح قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال صالح النعيمة كتب تغريدة عن الحالة الصحية اللي عم يمر فيها زميله خالد مسعد، اللي أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. انطلق هاشتاغ أنقذوا خالد مسعد وتصدر الترند على تويتر بسعودية. من التعليقات اللي اجت على هذا الموضوع من مصطفى اللي كتب ما هذا الجحود البشع لكرة القدم بعد هي الشهرة والنجومية؟ هل يرضيكم هذا الوضع؟ هذا النجم أين مسؤولي الرياضة؟ أين المحبين؟ أين من فرحوا لأهداف ولمسات خالد مسعد؟ تعليق آخر أيضاً لنايف كتب أكثر اللاعبين إنجازات وأقلهم مالاً، أتوقع أنه أكثر لاعب صنع أهداف للمنتخب السعودي بجانب الثنيان وسامي. أما إبراهيم عسيري فكتب خالد مسعد قيمة تاريخية للوطن، ياما رسم البسمة على شفاه الملايين وخدم الوطن من كل فئات الأخضر السعودي، يفترض من الهيئة الرياضية أنه تتحرك وبجدية لمساعدته، فهو يستحق الوقوف معه بغض النظر عن تفاصيل كثيرة. التعامل مع من خدم الوطن بتجاهل شيء غير محفز للجيل الجديد. هاشتاغ من قلبي سلام للخرطوم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصار ترند بعدة دول عربية.
طبعا الهاشتاج كان بسبب موجة الفيضانات اللي عم تتعرض لها السودان واللي أدت لوفاة 95 شخص وتدمير 21 ألف منزل، بالإضافة لتضرر أكثر من 3000 فدان من الأراضي الزراعية. ونحن من برنامج فولو أب منقول من قلبنا سلام لأهل السودان والله يعينهم على مصابهم. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فولو أب، إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسوا تشتركوا بقناة أوريانت على منصات التواصل، وأهم شيء على يوتيوب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من برنامج فولو أب. مع السلامة.